ماجد، انت ليش لابس طقم العرس؟ قلي شو جنيت يعني؟ ايه لكن شو بدي اجي زينة؟ مو اليوم كاتب كتابنا؟ وانت ليش مالك لابسه الفستان؟ وبركي طلع بده تعديل هلا. كيف تعديل؟ كيف بقى؟ بده كوي يعني شو؟ تمام، ما رح اشرح لك هالقصص هلا. يا ربي دخيلك، خلينا نمضي كتب الكتاب على خير وبدون مشاكل، ما ناقصني. لك انا شو حكيت يعني؟ مشان الله شو حكيت معك؟ طيب زينة؟ طيب ماجد، بعتذر والله بعتذر. جبت الخواتم معك؟ ها؟ الخواتم نسيتهم ما؟ هو ما نسيتهم يعني. بدك تجيب لي الجلطة ماجد؟ اه شلون بتنساهم؟ اتصل باهلك، شو ناطر؟ مو هيك زينة، اهدي. شو القصة لكان؟ من كم يوم لما انزنقت على شوية مصاري بتتذكري؟ قلت بجميع الاحوال بدنا نشتري غيرهم، ما هيك؟ فتصرفت فيهم بوقتها ومن غبائي اليوم نسيتهم وهيك بس. بعتهم ما؟ يا عمري شو صار؟ مو رح بدنا نشتري غيرهم؟ لك الناس عم يطلعوا، انت معك؟ مصاري. أنا بدي أقبرك اليوم، خلصنا يا ربي رح موت. يا عمري دقيقة، يا عمري والله لأشتري لك خاتم أحلى منه. ليش عصبتي؟ خاتم ضيق على أصبعتي وبكل الأحوال بدي غيره. امشي. أخ شو بدك تكسري لي إياها؟ تعالي، في واحد هون قريب يبيع خواتم الخاص، خلصيني تعالي. هدول قديش عيارهم؟ لأنه سعرهم رخيص. لا عيارهم تقيل، منشتريهم من اللي بينحكموا إعدام بالسجن. بدك تجيب لي خواتم من إيدين المحكومين كمان؟ ولك شو هالبخل اللي عندك؟ مو معقول. زينة أنت عم تجرحيني هيك بكلامك هاد؟ يا الله شو فيهم ما أحلاهم؟ وبعدين وين المشكلة؟ مو مصايب قوم عند قوم فوائده؟ ما هيك معلم؟ شوفي والله حلوين هالخواتم، ليكي هاد ما أحلى، جربي لشوف. مكتوب اسم من جوا. لك اذا مكتوب مين بده يشوفه هو باصبعتك شو مكتوب عليه؟ زينه والله طلعتي لي خلقي. ها تفضل خذ شوفه. مراد. ها ايه مراد، كيف بدي البس خاتم مكتوب عليه اسم واحد غيرك؟ اه ما بقبل، لا لانه بيجيب النحس. بطلانه الخرافات كلها يا زينه، تاخرنا كثير رح يروح علينا الحجز. خديهم يلا. شكرا، ما عاد بدي، خذ هدول، ما عاد بدي لا خواتم ولا غيره وخلص. ما بدي شي غير نكتب هالكتاب ونوقع على هالورقة وخلصنا، ما عاد إلي نفس. إيه. وقف لحظة، جبت الشهود وجاهزين ما هيك؟ ايه لكن جبت، انا قلت لمعاز وسمير يجوا بس كلاب بآخر لحظة تحججوا وقال شو عندهم شغل، كانوا يخبروني قبل بوقت يعني. مو مشكلة، هلا بالصالة منلاقي شي اثنين جداد يشهدوا. بعدين هيك رومانسي اكتر، انا وانتي وابننا الحلو. يلا أخي لا تأخذنا. شكرا. ولا يهمك، امشي لشوف. بخاطرك معلم، مع السلامة. لا قدامي، امشي لشوف، الله يصبرني عليك لأرتاح بقى.